ايه بقى القشطه اللي بالكنافه او الكنافه اللي بالقشطه الكدابه دي؟ دي عباره عن ايه؟ لبن ونشا. لبن ونشا ما فيهاش سكر. حابه احط على اللبن فانيليا، حابه احط عليه نقطه ميه ورد زي ما انت عايزه. هاخد هنا انا جايبه نص كيلو من الكنافه على كوبايه من السمن، هحط عليهم معلقتين كبار من السكر البودره، تمام؟ وجايبه هيلا اللي هحشي بيها 3 كوبايات من اللبن، 3 معالق من النشا، تمام كده؟ حط على النار. معانا مصطفى، يا مصطفى. ام مصطفى اهلا وسهلا. صباح الفل على ست الكل. يا صباح الفل عليكي، اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. زي حضرتك؟ الله يكرمك. الحمد لله يا حبيبتي، شكرا على كل اللي بتعمليه. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. تسلمي. الله يكرمك. الله يخليك. قولي لي. معلش عايزه اساعدك واسالك على حاجه. موري. الامر اللي عندي جبنه قريش مررت شويه. مررت؟ كده تبقى باظت ارميها؟ لا اقول لك حاجه. قبل ما ترميها انقعيها في ميه. يعني اصلا ممكن تكون الطبقه الخارجيه بس، يعني ممكن ساعات كده ايه الطبقه الخارجيه بتبقى يعني ساعات من الركنه شويه في الثلاجه بتمرر، انما من جوه تبقى حلوه، فانت حطيها في ميه، حطيها وغطيها بميه وسيبيها في الثلاجه لغايه بكره، تمام؟ انا كده بعمل القشطه الكدابه. 3 كوبايات من اللبن، 3 معالق من النشا، وبقلبهم كده، وبعدين ابدا ايه؟ انزلهم واحده واحده على اللبن واقلبهم واعملهم القشطه الكدابه. وممكن طبعا لو عندك حته قشطه حطيها هنا بتبقى هايله جدا، عندك كريمه لباني، بس كل ده بتحسبيه بدل اللبن. كوبايه من الايه؟ من السمنه وسيحها. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز احكي حدوته. اديني فرصه، استنى. نحكي حدوتة ايه النهاردة؟ اللهم صل على النبي. حدوتة ايه؟ كان في جمل بارك هنا، راح فين؟ جري ولا ايه؟ جيبيها؟ حاضر 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 يا ابني، اصبر. حاضر حاضر. جيب نص فستين، مش عارفة اقول لك ايه. اقل حاجة عندي، اقل حاجة عندي. بصوا بقى كده هنا ايه، ادي كده ايه، حط المعلقتين السكر الكبار على نص كيلو، دول يطلعوا كده ايه نص كيلو، وافركهم معاها، تمام كده. باخد الصينيه واحط فيها طبقه من الايه، من الكنافه، واضغطها. اخد بقى السمن بعد كده واوزعه عليها، تمام. نص الكمية عشان لسه عندي نص تاني، هي كده هتنزل نص نص الكوباية، تبقى حلوة جدا. واروح حط بقى ايه القشطة الكدابة، اقلبها بس كده، دي اللي بردت. حطي الكمية اللي انت عايزاها بقى، قليلة كتير زي ما انت عايزة. يا شمس اهلا وسهلا. انا هحط طبقة تانية من الكنافة بس كده. الى نقز الملك صباعه اللي اتقطع، فعرف طبعا ان ده كان خير ليه علشان هيقابل القبيله دي، وهتسيبه علشان صباعه المقطوع.